حياكم الله مشاهدينا من جديد. رح نتابع مع فقرة التواصل الاجتماعي والبداية من تويتر هاشتاج أفضل ما يمنحه الأب لأبنائه. نتابع. تفاعل عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع هاشتاج أفضل ما يمنحه الأب لأبنائه، وذلك بأكثر من 273 ألف تغريدة خلال 48 ساعة فقط، وفقاً لإحصائية عمل عليها فريق إعداد برنامج سيدتي. فمسؤولة التثقيف الصحي الأستاذة سارة الميخاني أوضحت أن أفضل ما يمنحه الأب لأبنائه هو الذكر الطيب بين الناس والسمعة الطيبة، لكن المبتعث السعودي إبراهيم التميمي أشار إلى أن أفضل ما يمنحه الأب لأبنائه هما العدل والمساواة، ففي العدل يربي كل شخص حسب اهتماماته وميوله، وبالمساواة يعطي كل واحد منهم عطاء مماثل. أما المغردة أسماء أكدت على أن الجلسة المفتوحة التي يتخلى فيها عن كونه أب ويعيش دوره كصديق هي أفضل ما يمنحه الأب لأبنائه. مشاهدينا نتابع مع فقرة سوالفنا الفنية وفيها جديد نوال الزغبي باللهجة المصرية ويسرى تعترف بأسرار خاصة لأول مرة. نتابع. أهلا وسهلا بكم في فقرة سوالف فنية لهذا اليوم، نبدأها مع الفنانة نوال الزغبي التي ستتعاون مع الفنان والملحن المصري رامي صبري للمرة الأولى في أغنية منفردة باللهجة المصرية من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وهي ستزورها في الأسبوعين المقبلين لتنافس فيها الفنانة نجوى كرم التي تتحضر أيضا لإصدار أغنية منفردة. ومن المتوقع أن تقرر نوال الزغبي خلال الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستصور الأغنية على طريقة الفيديو كليب أم ستنتظر إلى ما بعد إصدارها عبر الإذاعات لتصويرها حينها، ولو أنها تفضل التعاون مع مخرج جديد كما تدرس سيناريوهات عدة تتعلق بموضوع الكليب الذي من المقرر إصداره. نتابع سوالفنا الفنية مع النجمة المصرية يسرى التي اعترفت بأسرار عن حياتها الخاصة لأول مرة، حيث أكدت أنها أجهضت جنينها في الشهر الثالث من الحمل حينها كانت تصور فيلم المهاجر مع المخرج الراحل يوسف شاهين الذي أصر إلى إرسالها إلى فرنسا لإنقاذ الجنين، لكن الطبيب الفرنسي قرر جازما أن يتم إجهاض الجنين لأنه كان يشكل خطرا على حياتها. بقيت يسرى في فرنسا لمدة شهر كي ترتاح، وعادت بعدها لتجد أن الصديق يوسف شاهين ينتظرها، وبعد عودتها استكمل التصوير. كما تحدثت يسرى عن جلطة أصابتها في حبالها الصوتية أدت إلى اختفاء صوتها أثناء تصوير فيلم الوالي مع الممثل عادل إمام، فاضطرت إلى وقف التصوير لتلقي العلاج. مشاهدينا بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، باكر عندنا موعد معاكم في حلقة جديدة من سيدتي، لا تنسون تتابعونا، وأبي أقول شكرا لكل من تمنى لي عيد سعيد، يعطيكم ألف عافية ومحبتكم إيه هي اللي تخليني موجودة هني، يعطيكم ألف عافية وتصبحون على خير.